عمرنا ما سمعنا ان في حد بيحسد دولة ويؤثر عليها بالحسد، او انه في مدينة ممكن تكون محسودة، او دولة تكون محسودة، او ان في حسد اقتصادي بالتعبير الدقيق كما استخدمه الرئيس دونالد ترامب. مصطلح الحسد الدولي، ان المجتمع الدولي هيحسد امريكا، استخدمه الرئيس ترامب اثناء حملته لما زار المدينة الأمريكية الشهيرة ديترويت. ديترويت مدينة أمريكية، هي رقم 11 في عدد السكان في أمريكا، وهي بتقع على نهر ديترويت، ولذلك سميت بهذا الاسم. ومن كام سنة احتفلت بمرور 300 سنة على تأسيسها، فهي مدينة عريقة بقالها 3 قرون، عريقة بالمعيار الغربي بالنسبة لمصر، أي قرية مصرية بقالها آلاف السنين، إنما ديترويت عريقة بالمعايير الأمريكية بقالها أكتر من 300 سنة. وهي في ولاية ميتشيغان، وهي عاصمة صناعة السيارات في العالم. فيها شركة فورد وفيها جنرال موتورز، اتأسست الشركات الأساسية للسيارات في العالم في ديترويت. لكن ديترويت اللي فيها أول حد في العالم أخذ تليفون، رقم تليفون شخصي لأفراد في التاريخ، كان في ديترويت. أول مياه غازية في التاريخ كانت ديترويت. صناعة السيارات بهذه النقلة العملاقة في العالم ديترويت. ناطحات السحاب والتقدم الواضح تماما ديترويت. ومع ذلك سنة 2013 ديترويت هي أول مدينة في أمريكا تعلن إفلاسها، ودخلت في أزمة اقتصادية كبيرة جدا انتهت بالإفلاس، لكنها تجاوزت هذا الإفلاس. ولما زارها الرئيس ترامب مرشحا، استخدم بقى هناك هذا التعبير: أنا هخلي ديترويت اللي أعلنت إفلاسها واللي هجرتها الشركات وهجرها سكانها وبقت مدينة خاوية على عروشها، أنا هخلي هذه المدينة موضع الحسد الدولي وموضع الحسد الاقتصادي. وقال إن أمريكا في عهده سوف تشهد حسد عالمي لما ستكون عليه أمريكا. طبعا هذا المصطلح هو مصطلح جديد يقع ما بين علم النفس وعلم السياسة، أو يقع خارج علم النفس وعلم السياسة، الحسد الدولي، أو أن يحسد أفرادا دولة أو مدينة في العالم.